ودلوقتي هنروح معاكم لفقرتنا الاخيره وهي فقره التوب سيكريت واللي من خلالها بنقول لكم كل يوم خبر حصري مش هتلاقوه في اي مكان تاني غير عندنا هنا في 7 في 7. النهارده هنتكلم عن موسم انتقالات نادي الزمالك وعرفنا ان مسؤولين نادي الزمالك مركزين جدا في سوق الانتقالات الصيفيه الحاليه وعارفين كويس جدا ايه هي الاحتياجات اللي محتاجها الفريق والفريق عايزها عشان طبعا يدعم بيها صفوفه. طبعا المشاورات من جانب مسؤولين نادي الزمالك ما بتقفش ابدا مع الجهاز الفني بقياده خالد جلال عشان يدوروا وينقبوا عن اللعيبه اللي هيتم التفاوض معاهم في الفتره دي. واول اهتمامات نادي الزمالك في الصيف هو التعاقد مع مهاجم افريقي متميز وده بنسبه كبيره جدا هيكون على حساب المغربي خالد بوطيب او حميد احداد. كمان تحديدا بقى الراحل فيهم هيكون في ايد خالد جلال وده طبعا بعد انتهاء معسكر الفريق الحالي في قبرص وهو اللي هيقول مين اللي هيمشي احداد ولا بوطيب لان الغاني جون انتوي مهاجم مصر المقاصه هو على راس المهاجمين اللي نادي الزمالك بيتفاوض معاهم وفعلا في ترحيب كبير من نادي مصر المقاصه بالاستغناء عن انتوي لكن بشرط هو انضمام محمود عبد الرازق شيكابالا للفريق الفيومي خصوصا طبعا ان احمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصه اعلن في اكتر من مناسبه ان هو عايز يضم شيكابالا وده اللي ممكن يسهل انتقال جون انتوي لنادي الزمالك. كمان ميدو عايز المهاجم الكونغولي كابانجو كازانجو واللي طبعا قرب جدا من الفريق الفيومي في اطار صفقه جون انتوي. كازانجو كمان خلاص قدامه وقت قليل جدا وهيرجع للمستطيل الاخضر بشكل طبيعي بعد ما يكون تعافى تماما من الاصابه اللي تعرض ليها خلال الفتره اللي فاتت.